بعد كده ننتقل لموضوع مهم وهو الأوسيفيكيشن بروسيس. أوسيفيكيشن بروسيس يعني ايه؟ أوسيفيكيشن بروسيس دي حاجة خاصة بالأطفال. يعني ايه أوسيفيكيشن بروسيس؟ هو يعني موجود عندنا في الآية الكريمة دي: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. خلقنا المضغة عظاما يعني تحول المضغة لعظام. يعني ليه؟ سكندري اوسيفيكيشن سنتر. لا، هو البرايمري والسكندري. يعني هو الاوسيفيكيشن هو معناه تكون العظم، هو الفورميشن، هو الشيبينج والريشيبينج، هو المودلينج والريمودلينج. فالاوسيفيكيشن بروسيس معروف ان هي بتتم بطريقتين: انترا ميمبرنس او اندوكوندرال اوسيفيكيشن. الانترا ميمبرنس ده عباره عن الميزينكايمال سيلز، والطفل موجود لسه في بطن امه، الميزينكايمال سيلز بتحول الى فلات بونز على طول. والاندوكوندرال اوسيفيكيشن بيتم بطريقتين: برايمري اوسيفيكيشن سنترز وسكندري اوسيفيكيشن سنترز. فالبرايمري اوسيفيكيشن سنترز برضو بتظهر والطفل موجود في بطن امه، بيكون في برايمري اوسيفيك نيوكليس بتكبر العظمايه، وهذه العظمايه بتكبر فنقدر نقيسها في السونار والطفل موجود. ده كبرت شويه، ده الفيمر بقت 3 سم، بقت 7 سم وما الى ذلك. اما يتولد الطفل هيعتمد على البرايمري اوسيفيك نيوكليس، ويظهر كمان سكندري اوسيفيك نيوكلاي. والسكندري اوسيفيك نيوكلاي هم المقصود بيهم الايه؟ الفايسيز او الابيفيسس اللي بتكونه ليتر اون. فلو جينا نشوف القلب، مهم جدا بالنسبه لنا نبقى عارفين الاوسيفيكيشن بروسيس، لانها بتظهر في بريدكتبل مانر. يعني لها هتبقى بريدكتد بالنسبه لك امتى هيظهر الاوسيفيك نيوكلاي. فاول ما الطفل يتولد واول 6 شهور مفيش اوسيفيك نيوكلاي حوالين القلب، بيبقى سيمتريك كده بهذا الشكل، الديستال هيومرس سيمتريك بهذا الشكل. بعد شويه يبتدي يظهر اول اوسيفيك نيوكلاي. اول اوسيفيك نيوكلاي هنا هو مين؟ لا، كابيتولم. اول واحد هو الكابيتولم، يظهر عند سن سنه ونص في الحدود دي، بيكبر بعد شويه، بعد ما يكبر يكون الراديال هيد، تاني اوسيفيك نيوكلاي. بعد الاوسيفيك نيوكلاي ما تظهر الراديال هيد يظهر مين؟ الميديال ايبوكوندايل. بعد الميديال ايبوكوندايل تيجي التروكليا. وفي بعض الاحيان الاوسيفيك نيوكلاس بتاعتك تبقى عباره عن تو اوسيفيك نيوكلاي، يعني بايبرتايت زي الباتيلا بايبرتايت، اي اوسيفيك نيوكلاي زي الاولوكرين ممكن تبقى باي او تراي في بعض الاحوال. فده ما يلخبطناش من الكسر. لو شكيت تعمل على الناحيه الثانيه وممكن ما يبقاش الناحيه الثانيه فيها تبقى بايبرتايت، مش بالضروره. ولكن كلينيكال العيان عنده كسر ولا لا، ده حاجه مهمه. حاجه الثانيه في الاشعاعات، هل الايدجز بتاع الاوسيفيك نيوكلاي دي كوريجيتد فتحس ان ده كسر جديد، ولا هي سيركلر راوندد؟ فلا، ما بتبقاش كوريجيتد. بعد كده بيظهر الاولوكرينون ثم اللاترال ايبوكوندايل. فهم ليهم بريدكتبل مانر بيظهروا بيهم، متجمعين في الكلمه البسيطه دي كرم تول او كم رايدنج مورنينج ترين اوف لندن. يعني كابيتولم، راديال هيد، ميديال ايبوكوندايل، تروكليا، اولوكرينون و لاترال كوندايل. يعني ممكن تقسمها 2 4 6 8 9 10 او تقول سنه 3 5 7 9 11 عشان الارقام تبقى فرديه فتحفظها بسهوله. يبقى دي اللي اسمها ايه؟ الاوسيفيكيشن بروسيس، يعني تكون العظم. طيب بعد ما تكون العظم ده هيحصل فيوجن بروسيس. يبقى تكون في بريدكتبل مانر حاجه بالترتيب زي ما احنا شايفين. اما يجي بقى الفيوجن بروسيس، هل هيفيوز بنفس الترتيب؟ لا، بيختلف. وفائده الفيوجن ده ايه؟ ان كل العظمات الصغيره دي الاوسيفيك نيوكلاي اللي حوالين القلب دي هتلتئم مع بعضها عشان تكون كومن ايبيفيزس. هذا كومن ايبيفيزس هو المسؤول بقى ان يكبر العظمايه ليتر اون. فكل العظمات دي هتلتئم في بعضها وتكون كومن ايبيفيزس، سواء اللاترال كوندايل او اللاترال ايبوكوندايل، الكابيتولم وتروكليا. ويفضل بره الايبيفيز ده مين؟ الميديال ايبوكوندايل. لان على ما يجي يلتئم معهم ميديال ايبوكوندايل بيكون ما بينهم فليكوف بون اللي هي جزء ميتافيزيال، فبقى هو ابعد منهم. حاجه ثانيه كمان، الميديال ايبوكوندايل واللاترال ايبوكوندايل يعتبروا اكسترا ارتيكولار، اكسترا كابسولار كمان، تمام، بهذا الشكل. طيب بعد كده لما يلتئموا يبقى مسؤول عن ان هو يكبر العظمه. يبقى دي فكره الاوسيفيكيشن بروسيس.